او احساس في الكون كله هو الظلم. واسف والله على اللفظ ده، بس دي انضف حاجه ينفع تتقال للي حصل امبارح. وسامحوني بقى على اي حاجه هقولها في الفيديو ده بصراحه، لان انا هتكلم براحتي شويتين ثلاثه. بص بقى، انا جاي اقول لحضرتك على خبر عادي جدا وهيمر مرور الكرام زيه زي اللي قبله بالظبط يا فندم، وهيعدي وعادي خالص. اوعى حد يتشد يا جماعه، زي ما مجمع ميداني عدت، وجباليا عدت، والنصيرات عدت، ومحرق خيام رفح عدت برضه، واخيرا وللاسف وليس اخيرا امبارح النواصي، موضوع مفزع. بص انا مش عارف انت عارف يعني اللي حصل امبارح ولا لا، بس تقريبا مصر كلها ما نمتش امبارح يعني، واكيد كلنا عارفين يعني. بس قبل ما اقول لك هو ايه اللي حصل، انا عايز اوضح بس يا جماعه حاجه، ان انا كعبد الفتاح لا فارق لي ولا شاغلني حاه ميم الف سين ولا الضفاير، يا كلهم قطر الاثنين، تمام كده؟ انا اللي فارق لي الابرياء، الناس العزل والاطفال والناس الغلابه كبيره في السن والسيدات اللي فعلا ما لهمش اي ذنب في اي حاجه، دي روح نفسها بس تعيش في سلام بس كده يعني. كمان يفرق لي، اقول لك على حاجه، يفرق لي مقاومه نظيفه، ناس بتنزل من بيوتها تقاوم علشان تحمي اسرها وعائلتها وبلدها اللي هي تعتبر عائلتها الكبيره، دول ناس على راسي. لكن اي حاجه تانية بقول لك ياكلهم قطر. فليه يستشهد اكتر من 150 شهيد وطفل وسيده ومسن؟ ليه؟ وليه اكتر من 500 جريح؟ انت متخيل رقم 500 جريح في حاله حرجه جدا، وده وفقا لوزاره الصحه في غزه، وده وقت تصوير الفيديو يا جماعه كمان يعني، الله اعلم بعد كده الارقام راحت فين. ليه دول يحصل فيهم كده يعني بجد يعني؟ هل حد عنده تفسير منطقي؟ سيبك من اي حاجه، اي حد من 8 مليون بني ادم حد عنده تفسير؟ انا عايز اقول لك ان من يوم 7 اكتوبر 2023 في اكتر من 126 الف شهيد وجريح فلسطيني خلال 282 يوم على مدار الساعه، تك 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 تك، وبعدين معظمهم اطفال وسيدات، واكتر من 10000 مفقود، انت متخيل؟ واستدمار يعني غريب، ومجاعات، وحياه عشرات الاطفال، الاف الاطفال. وزي ما بقول لك كده، الغرب بيتعامل معاهم كانهم ايه بقى، مش حقيقيين، ده جيم بنلعبه. بس لما الموضوع يجي في اوكرانيا، لا ثانيه واحده بقى، حاسب، اصل دول طفل فرز اول، ده اوريجينال، لكن فلسطيني طفل فرز عاشر. طبعا اخواتي على راسي، بس انا بشرح لان الواحد مستغرب يعني. معلش يعني، اشمعنى روسيا ضربت مستشفى الاطفال في اوكرانيا الدنيا قامت ما قعدتش؟ اشمعنى بقى؟ تفسير منطقي الاقي؟ مش الاقي. وليه امريكا نشرت طقم دفاع جوي في المانيا في نفس اللحظه؟ ليه ادت لاوكرانيا موافقه بضرب العمق الروسي؟ ليه؟ قال لك اصل نحرق دول، يعني نهار ابيض، دول ضربوا مستشفى اطفال. طب التانيين دول ايه؟ مش اطفال؟ التانيين دول مش بني ادمين؟ يعني لما بيتعوروا بينزلوا ايه؟ بينزلوا مكرونه؟ انا مش فاهم. فهل حد عنده تفسير يعني، او حد عنده رد؟ مع العلم انا مش مع ان روسيا طبعا او غيرها تاذي اي طفل بريء ملوش اي دخل باي حاجه او اي حاجه باللي دايره، انا بس بقول لسيادتك حاجات مفيش عقل يفهمها، احنا عايشين في غابه. طب هو ايه اللي حصل امبارح بقى عبد الفتاح عشان ما يعرفش؟ الضفاير قالوا لاخواتنا روحوا على منطقه، دي المنطقه الامنه الوحيده تقريبا، والامنه هنا يعني الامان، المنطقه دي اسمها ايه؟ النواصي في خان يونس. كام واحد يا عبد الفتاح بقى هناك؟ 80,000 واحد يا سيدي، مكان قد كده اساسا 80,000 واحد، لان هم في خيام تك 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 قاعدين جنب بعض، مش عايزين بقى هم لا الفيو جاردن ولا عايزين على اللاندسكيب، هم نفسهم اكسجين بس. طيب المهم بقى عملوا ايه بقى؟ ايوه اللي جه في بالك ده يا سيدي، حصلت اصعب وابشع وافظع غاره من الضفاير المخرقين ها امبارح السبت، وعلى كلامهم ان هم كانوا مستهدفين قائد الجناح العسكري لمين؟ لحاه ميم الف سين محمد الضيف، ومعاه رفع سلامه قائد لواء خان يونس، تمام كده؟ وغيرهم من القيادات يعني، دول يعتبر الدراعات اليمين ليهم. طب هو الهجوم كان ماشي ازاي يا عبد الفتاح؟ الدنيا مشيت ازاي امبارح؟ بص الغاره كانت مقسمه، انا هبسط لك طبعا، لثلاث مراحل. الاولى طلعت طيارات اف 16 واطلقت قنابل محرمه، وده مش لعبد الفتاح، ده وفقا لموقع اكسس الامريكي، ان الضفاير استخدمت في هجومها خمس قنابل مؤمن ضخمه جدا، بتوزن الواحده تقريبا قرب الطن، الطن ده يعني 1000 كيلو، وده هوهر امريكي اللي بيحسسك بجد ان احنا عايشين في غابه. تقول لي ليه بتقول كده يا عبد الفتاح؟ ايه اللي اختلف؟ بص لو تفتكر معايا، كان قرر بايدن منع النوع ده من القنابل، ان هو اصلا يسلمه الضفاير، قال انا هسلم كل حاجه مع ده، ليه؟ علشان كم الاضرار الرهيبه اللي بتنتج عنه، ماشي؟ وسبحان الله لقيناها مع الضفاير اللي ضربوا بيها امبارح، وطبعا ده صدفه، ممكن يكون جايبينه من كارفور ولا اي حته صدفه. يبقى تاني كده، احنا في اول مرحله الاولى عباره عن خمس قنابل، كل واحده تقريبا طن،
ده على ناس غلابة مش لاقيين ياكلوا ولا يشربوا. ده يا مؤمن من قوتها لما نزلت على الأرض نسفت المبنى وشالت الأرض اللي تحتيه، يعني نزلت لعمق حوالي 5 متر، كأنك بتحفر علشان تبني مثلا برج أو عمارة جديدة. تخيل، يعني أنا مش بقولك على قوات مجهزة ومسلحة، لا، بني آدمين بني آدمين. أنت لو 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 حدفت الطوبة ممكن يحصل له حاجة، تخيل الكم. طيب كده يا عبد الفتاح عرفنا المرحلة الأولى. المرحلة الثانية ودي اللي فيها يا سيدي إن المسيرات طلعت قذف كل الأشخاص الموجودين بشكل عشوائي، يعني الحتة اللي قد كده قد كده طلعت كأنهم دبان تك 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 تك. المشكلة إن مفيش مستشفيات، الجثث مرمية في الطرق. متخيل تشوف أعز حد ليك بيتوجع وبيطلع في الروح قدامك وإنت مش عارف حتى تروح لتحضنه آخر حضن؟ يعني آخر حضن أنت مش عارف تروح له، لأن أنت ممكن تكون واخد لك ساتر في أي حتة، لأن هو خلاص بقول لك زي الدبان، يعني هو مسيرة واخدة أوردر، أي حد بيتحرك أي حد ليه درجة حرارة معينة وديه. نيجي لتالت مرحلة، الكواد كابتر أو هي الطيارات بدون طيار يعني، تمام؟ عملت إيه بقى؟ جم الناس بتوع الدفاع المدني والإسعاف بسرعة يعملوا، يعني الناس دي أبطال بجد والله، وليهم أكيد طريقة معينة للحساب عند ربنا بكرمه ولطفه. جم ينقذوا الناس دي ويلحقوا أشلاقهم من بقية من الناس، هوب راح واخدينهم كلهم اترقدوا. طبعا شفنا فيديوهات امبارح. طب يا عبد الفتاح بقى كانت نتيجه الغاره دي ايه؟ يعني ايه النتيجه؟ رفع سلامه قتل، اللي هو الدراع اليمين للضيف على حسب طبعا الصحف الغربيه يعني. اما الضيف نفسه فالضفاير بتقول ان هو قتل او على احسن الظروف اصابه قويه جدا، بس في نفس الوقت حاميم الف سين صرحت ان هي كلها اوهام والراجل ما حصلوش اي حاجه. يا نهار ابيض، تخيل، يعني تخيل بقى لو الراجل ده ما حصلوش حاجه زي ما هم كانوا متخيلين قبل كده ان هو قاعد على كرسي وان هو فقد عينه والكلام ده كله، وطلع في الاخر ان 500 شهيد ومش عارف 100 وحاجه شهيد و500 جريح وفي الاخر ما حصلوش حاجه. طب حد يعني مين هيحاسب عن مشاريب ولا اي حاجه؟ خلاص. الاكثر استفزازا بقى، عشان احنا مش هنقف هنا، النتن طلع بيصرح بيقول ايه بقى؟ ان مفاوضات صفقه التبادل يا جماعه طولت قوي علشان ما كانش في ضغط عسكري، لكن انا دلوقتي البطل، انا عضمضم، فما كانش في ضغط على حاميم الف سين يعني ايه، والدنيا كانت ماشيه عادي، فهو دلوقتي بيعرضها وبيتشطر على المدنيين. فيسكت بقى العيل النتن المتني ده؟ لا، ده قال ان هم متفقين مع امريكا اصلا ان الاغتيالات دي هتبقى جزء اساسي في سياستنا لهزيمه مين؟ حاميم الف سين. ولا هي دي اغتيالات؟ الاغتيال ده انا بختال بني ادم صح، لكن انت بتختال منطقه، انت بتختال من على جوجل ماب، انت بتلعب اي جي اي، انت فاكر نفسك في جيمز؟ ليه ابنك مش معاك طيب في الليله دي طالما هي سهله؟ ليه ابنك في ميامي قاعد على اللاجون؟ المهم يعني قال لك امريكا موافقه على كل حاجه، انت متخيل قله كل حاجه في الدنيا؟ يعني حاجه، يعني احنا بجد عايشين في غابه، ده حتى الغابه ليها قوانين يا جدع. يعني امال لو ما كانش طلع قرار من مجلس اللي اسمه كده يعني معلش مجلس الامن بوقف فوري اللي بيحصل؟ يعني طبعا الضفاير متعجرفين ولا بيهمهم اي حد. حد بقى يسالني هيقول طب يا عبد الفتاح اخر واهم سؤال بقى، هيقول لي هو يعني مش كان المفروض يحصل هدنه؟ طب ما كده باللي النتن بيعمله مش هيحصل هدنه، واللي انا فاهمه ان النتن عايز ياخد الاسره. هقول لك ومين قال ان النتن يا فندم عايز اصلا هدنه؟ انت بتصدق الكلام ده؟ بالعكس، هو الهدنه بالنسبه له علاقه طرديه مع رقبته، اول ما يحصل هدنه رقبته تتاخد، تمام كده؟ النتن يا جدعان كان بدا يحس ان حاميم الف سين، امشي بس معايا، حاميم الف سين وافقت على هدنه وعايزه مفاوضات، قال لك ايه ده؟ احنا هنوقف الحرب ولا ايه؟ هو انا هتشلوح؟ لا، اما احط بقى الشروط ايه؟ وحبه هبل من بتوعي دول. قال لك هو مش بايدن كان بيقول ان المقترح ده على 3 مراحل اللي هو الهدنه صح كده؟ اول مرحله كانت حاميم الف سين يسلموا ايه؟ 33 اسير. قال لك ايوه ده حصل فعلا. قال لك لا بقى نغيرها، علشان اوافق نخليها 50 ولا 60 اللي هو الضعف مثلا. اقول لك خليها 33 زي ما هي، بس بشرط يبقى كلهم احياء، انا مش عايز جثث. ردت حاميم قالت لك ايه بقى؟ غريبه، قالت لك موافقين. النتن قال لك ايه ده؟ وافقوا؟ نهار ابيض، لا ده انا محتاج ابقى اوسخ شويه، انا لازم ابقى انتم من كده في شروطي. قال لك مش انتوا قلتوا نوقف الحرب المرحله الاولى؟ قال لك لا بقى معلش، احنا هنكمل الحرب لو حسينا بس ان حاميم الف سين بتغير اي حاجه في الاتفاق. حاميم الف سين قالت لك ايه بقى؟ هوبا ماشي. النتن قال لك ايه ده؟ هو ايه اللي ماشي؟ طب مفيش اي اسلحه يا جدعان بقى خالص تجي لكم؟ ها؟ قالوا لك طيب ما عنديش مشكله.
قال لك طب بقول لك ايه، خد بقى دي عشان اكيد مش هتوافقوا عليها، ماشي كده؟ مفيش حاجه اسمها انحاء حق اصلا بقى. احنا لو المقترح عجبنا وجه على هوانا والدنيا مشيت وكله زي الفل، نبقى ساعتها نتفاوض بعدين على انهاء الحق او نكمل على حسب هوايا. حا ميم الف سين قالت لك ماشي. فمن الواضح كده يا سيدي ان حا ميم الف سين عايزه تمشي الدنيا ومش عايزه ايه توقف الدنيا يعني. والنتن بقى استخدم كل الاعيبه النتنه اللي شبهه ماشي كده علشان يبوظوا الصفقه، بس ما بوظتش. فقال لك ايه بقى، طب انا هعمل بقى، هشتغل، هتعامل على طبيعتي كانت خلق الله، وهعمل عمليه النواصي دي. وهو ده اللي حصل، ودي اللي هتوقف كل المراكب السايره، وده حصل وقفت. وطبعا الحسين بتقول ان هو لسه هيتم الرد على غاره المواصي، وطبعا بيتعهدوا بالتصعيد. وانت عارف لما الحسينيين هيعملوا كده، قناه السويس في البلح، الاقتصادات هتروح النار طبعا، كل الامداد وسلاسل الامداد هتعطل شويه، فبالتالي خد لك بقى الفتره اللي جايه ديت زياده في اسعار، شوف لك بقى حبه تضخم، شوف لك بقى ان الاكل هيزيد، شوف لك بقى ان الناس هتحتاج سلاح، فامريكا هتبقى منتعشه عشان هتصدر سلاح انسون. وطبعا هم ولا فرق لهم اي زفت، لان التضخم عندهم بدا يقل شويه، فايه المشكله لو بدا يطلع شويتين كده والدنيا تبقى ماشيه يعني. وطبعا ده كده كله كوم محاوله اغتيال ترامب اللي حصلت امبارح، كوم تاني. انت متخيل يعني ايه الطلقه تيجي في ودنك؟ انت متخيل ان وشك اصلا كام سنتي كله على بعضيه؟ انت متخيل يعني كان ممكن امبارح كان ترامب ميبقاش موجود؟ انت متخيل الموضوع؟ وده طبعا هيبقى ليه فيديو تاني عشان ما اطولش عليكم. فيعني الكونكلوجن والنهايه ان الفتره دي يا جماعه فعلا فتره مهمه وخطيره جدا، ونتمنى ان هي ان شاء الله تعدي على خير. ربنا يرحم شهداء الغاره ويصبركم ويقويكم وينصركم، ويا رب ينصر مصر ويرفع رايتها. وشكرا لحضراتكم.